مشاهدينا في جميع انحاء وطننا العربي الشقيق وفي جميع انحاء العالم متابعينا على قناه الال تي حلقه جديده من برنامجكم اليومي استاذ في الطب وفي حلقه خاصه ساعه مع وائل البنه اللي بتاتيكم كل يوم سبت حي الفتره اللي فاتت يعني كان عندي ضيق في الوقت شديد جدا جدا لتصوير مجموعه من الحلقات اللي دايما تخدم وتهتم بالمجتمع العربي كافه ولكن عمري ما كنت بعيد عن كل المتابعين وكل الناس اللي بتحاول انها تستفيد من الفيديوهات والنصائح التوعويه اللي احنا بنديها يوميا للناس عن طريق صفحه الفيسبوك الرسميه دكتور وائل البنا. اللي احب انوه ان لازم الناس يعني تتاكد تماما انها الصفحه الرسميه بتاعتي لا يوجد على الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي على يعني المختلفة أو الحسابات المختلفة غير حساب واحد دكتور وائل البنا الصفحة الرسمية لأن في مجموعة طبعا من الصفحات الأخرى اللي بتحاول إنها تسترق نفس الاسم وتتعامل مع الجمهور العربي بمعلومات مغلوطة ودي نقطة مهمة جدا جدا إن احنا نتعامل فيها أو إن احنا نقولها ونوعي إليها الناس بنطلع عليكم دايما من الشاشه المختلفه اللي هي شاشه قناه ال تي سي وبنطرح مواضيع قدرنا فيها ان احنا نعمل ضجه كبيره جدا الفتره اللي فاتت والناس تفاعلت معاها وبشكل كبير جدا سعدت قوي بزيارتي لي لبنان والاهتمام الشديد من وسائل الاعلام انها تركز الضوء على المحاضره اللي علقتها في طرابلس عن الاجهاض وتاجير البويضات و او بيع البويضات وتاجير الارحام وقد ايه المجتمع العربي داخل على شيء في منتهى الخطوره انا بحب اقوله لنواب الشعب كلهم اللي مفروض يعني هيستلموا مسار امه وبحب اقوله لكل المواطنين ان في يوم من الايام هنفاجئ واحنا في مصر ان واحده ما عندهاش رحم سافرت بره عملت عمليه نقل او عملت عمليه زراعه اجنه في رحم ام بديله او في رحم اخرى وسجلت الجنين ووثقته باسمها وجت على مصر لانها تسجله باسمها في سجل المواليد هيكون جنين لامين او طفل لامين العالم مغيب ونحن دائما في اوطاننا العربيه مغيبون لسه بنتكلم في مسائل الحلال والحرام لسه بنتكلم في مسائل القانونيات ونحن في هذا الإطار سنفاجأ في فترة زمنية وجيزة جدا إن العديد من الأمهات بتولد برة في أرحمة مختلفة وبترجع تسجل إن ده ابنها وإحنا لسه بنتكلم إنه هيبقى حلال ولا حرام وكان رأي الدين في أوقات كثيرة إن من الممكن إن الزوج يتجوز الست الثانية اللي هتبقى الأم البديلة وتبقى مراته الثانية وبعدين في المجمع الإسلامي رفضوا هذا الموضوع. ناهيكم عن هذا الموضوع سأطرح له عديد من الحلقات لأوعي المجتمع العربي ولكن أنا طليت من خلال شاشات لبنانية هامة في الوطن العربي وبرامج كبرى لطرح هذا الموضوع. براقب وبتفرج وبشوف ناس كتير بتتكلم وسائل الاعلام وحقيقي فرحان ان احنا ان انا قدرت اخلق طفره خلال الفتره اللي فاتت دي ان الدكاتره اتحولوا من القالب التقليدي اللي جمدوا نفسهم فيه سنين ان دكتور النفسيه يبقى دكتور شعره منكوش ومش عارف ايه وبتاع وان الدكتور لازم يكون نكدي ولازم يكون ليه طله سخيفه بيتعامل مع العيانين باسلوب غير غير انساني بيتعامل بتعامل علمي بحت كل الدكاتره دي نزلت من القوالب بتاعتها وبدات تنزل للمجتمع وتتكلم مع الناس باللغه اللي يفهموها وان هم يبداوا يدوا توعيه اكتر للمشاهدين عكس ما هم دايما كانوا بيطلعوا سعيد جدا ان بقى تقريبا معظم الدكاتره بتحاول ان يكون ليها صفحه رسميه للتوعيه وده خير عام على الناس لدرجه احيانا بصاب بالذهول لما بلاقي دكاتره بتاخد نفس الحلقات بتاعتي وبتعملها بالظبط وبيحاولوا يلاقوا مواضيع اجتماعيه بما فيها بعض المواقع الطبيه الهامه اللي بتسترق مقالات وبوستات عشان تحطها بنفس هذا الموضوع اكيد سعيد بس طلب منهم طلب واحد بس ابدعوا شويه حاولوا يكون في ابداع عشان آه الاقتباس البحث بيبقى شيء مفجع، المذيعين الطبيين اللي بيحاولوا ان هم يسترقوا نفس الاسلوب اللي احنا بنقدم بيه واللي انا بقدم بيه من سنين طويله. آه حاول انك تكون متجدد، ما تبقاش شخصيه لزجه بتقلد نفس الموضوع بنفس الطريقه. احنا بنتعب قوي عشان نقدم لكم المحتوى دوت انا وفريق كبير جدا ورايا. والنهارده من المواضيع الهامة اللي أنا حابب إن أنا أطرحها موضوع زي ما بيقولوا كده اتهرس في السينما المصرية 30 مرة واتهرس في كل البرامج الطبية 30 ألف مرة وكل الستات بتقابله في جميع العيادات بتاعة النساء والولادة ودايما بقول لو عايزين تعرفوا المجتمع المصري لازم أو أي مجتمع في الدنيا حتى even in UK او في يونايتد ستيتس عايزين تعرفوا حقيقه المجتمع اللي انتم عايشين فيه بصوا لعيادات النساء والتوليد وشوفوا مشاكل الستات النفسيه والبدنيه ومشاكل الرجاله وضعف الخصوبه اللي بيحصل وضعف الانتصاب الشديد والفتور في العلاقه الزوجيه وكره السيدات لعلاقاتهم الحاليه اللي انا بس بمجرد لما بطلع بوست على الفيسبوك بحاول ان انا اقلل مساحه النكد ما بين الازواج بفاجئ ان انا انا دايما واخد صف الستات لان بشوف ان المراه العربيه عندها ميراث من الكبت وميراث من الاستهجان من الرجل والضغط النفسي ولكن مره واحده بس هاجمت الستات في النكد بتاعهم البوست ده موجود على الصفحه مش قادر اقول قد ايه كم الستات كانوا بيهاجموني وكانوا بيتكلموا معايا بس انا والله ليه وجهه نظر صح الست هي الشيء الوحيد اللي ممكن يتحكم فيه البيت، وسبب دوت سياسيا، وسبب دوت اقتصاديا، الست شخص قوي جدا، من الممكن ان يحول بيته الى جنه، وان يكون فيهم اولاد اصحاء، وان يكون في زوج سليم صحيا ونفسيا وليس مدمن انترنت او مدمن تعامل قاعده مع اصحابه، وتقدر انها تجذبه الى البيت بشكل ما او باخر بالتجدد وبمساحه التجدد، لذلك قررت ان انا اعمل حمله نفسيه عضويه آه وبدنيه لتغيير فكر المجتمع العربي لان كل ست هتغير من نفسها وهتتجدد لزوجها وهتتجدد لمساء لاولادها وهتبقى صحيه ليهم كل ما الاسره دي هتبقى في النطاق الافضل. تكايس الموبايل هذا الموضوع الذي قتل بحثا في البرامج الطبيه واكم من الحالات اتعالجت باسمه غلط واكم من الحالات اتعالجت باسمه صح دائما وابدا كان عندي مرجعيه في حياتي وهي المرجعيه الامريكيه والمرجعيه الاوروبيه اللي انا قادر اتكلم فيها مع عيانيني واتكلم فيها مع المجتمع كتير من الاطباء اتهموا بالنصب والاحتيال لعلاجهم تكيسات المبايض وهم براء من هذا الموضوع وكثيرا من الاطباء ضحكوا على مرضاهم سواء بعدم معرفتهم او بجهلهم او سواء بالقصد والعمد. السؤال الاول ما هي الحقائق الرئيسيه عن مرض تكيس المبايض وهل اسمه سليم تكيس المبايض؟ الموضوع ان اسمه الحقيقي كان في سنه 1930 او 35 كان في اتنين دكاتره واحد اسمه شتاين واحد اسمه لافنتال الاتنين دول كانوا قاعدين مع بعض قعده واكم من القعدات ما بين الاطباء بتنتهي الى اختراعات واشياء في منتهى القوه تؤثر في حياه البشر منها كان حتى كمان اختراع القرصه او الحبايه اللي بتعمل انتصاب كانت برضو ما بين ضمن قعده دكاتره في بحث علمي الدكتورين دول قعدوا مع بعض قالوا له بقول لك ايه انت ما بتجلكش حالات تلاقي ست كده تخينه شويه او وزنها زايد وتلاقي الست دي ما بتاكلش كتير وفي نفس الوقت كمان يجي لها شويه شعر على وشها يقول له اه ده انا بشوفهم كتير قوي انا عايز اقول لك ان كمان بيبقى عندهم لخبطه في الدوره قال له طب وبعدين قال له ما تيجي نراقب العيانين دول الكلام ده في سنه 1930 قعدوا يراقبوا او 35 قعدوا يراقبوا العيانين دول لحد ما لقوا ان في اجزاء من العيانين دول ما بيخلفوش كتير قوي 80% من عيانينهم ما بيخلفوش فهم قاعدين قاعدة مع بعض قالوا ما تيجي نراقب العيانين دول قبل اختراع الكمبيوتر وقبل اختراع التكنولوجيز وقبل اختراع الالتراساوندز المعقدة والمتقدمة اللي بقينا بنشخص بيها وبسهولة ودائما وابدا عايز افرق واقول لعيانيني هناك فارق شديد جدا ما بين سونار او ما بين عربية قديمة من موديل التمانينات مش عاوز اقول اسم ماركة معينة وعربية فارهة حديثة نفس الكلام ممكن يكون في التراساوند 8 و10000 جنيه وممكن يكون في ساوند 8 مليون جنيه اكيد ده مش بيعمل نفس اللي بيعمله ده اكيد واكيد ده بيشخص بشكل اكبر ما تستغربوش ابدا ما بين دكتور من الممكن ان تكون كشفه 10 جنيه او 20 جنيه ودكتور اخر كشفه بارقام او يتعدى المئات لان هي فارق في التكنولوجيز الكبيره المراكز او المعامل او الدكاتره بتشخص بيها قبل اكتشاف ساوندز العاديه حتى في الثلاثينات آخره بدا الدكتورين دول يقولوا احنا هنفتح بطون الناس دي كلها ونبدا نبص جواهم هم عندهم ايه فتحوا بطون ناس كتير جدا من اللي عندهم هذا هذه الاعراض ووجدوا ان المبيض عندهم مبيض متضخم زي ما حضراتكم شايفين في الصوره أو في السكرين أو في الشاشة اللي قدامكم هتلاقوا إن المبيض دوت تخين جدا أو كبير ولقوا إن المبيض ده زي ما أنتم شايفين مليان مجموعة من الحويصلات أو مجموعة من الأكياس. كان الفكر إن شخصوا هذا المرض وسموه متلازمة يعني يكون في أعراض كتير مختلفة تكيس المبايض. وحس إن اللغة العربية لا تفرق بشكل كبير ما بين أشياء علمية بحتة فالتكيس غير الكيس الكيس ده ممكن يبقى كيس دموي الكيس ده ممكن يكون كيس مليان شعر ومليان نسيج زي الأسنان وهو إلى آخره وطرحت الموضوع ده كذا مرة فيما يدعى باسم الكيس الجنيني من الممكن أن يكون كيس شوكولاتي زي اللي بيحصل فيه البطانه المهاجره من الممكن انه يكون كيس فيه ماده اسمها ميكزوماتس او ماده نيوسين ماده لزجه اكياس معينه بتكبر باحجام كبيره عند الستات ولا انصح تماما بعمل المناظير اللي دورها مناظير البطن بتقل تماما في ظل وجود الحقن المجهري ووسائل الاخصاب المساعده اما تكيس المبايض هي ليست اكياس من هذا القبيل انت بنلاقي حوالي 12 أو من 10 ل 12 حويصله بنشوفهم على السونار من 6 مللي بيوصلوا لحد ممكن 10 مللي أو 12 مللي متفرقين في الـ 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 المبيض شكلهم بيبقى عامل زي نيكليس ابييرنس أو عقد أو السلسله اللي بيبقى فيها عقد أو العقد دوت بيبقى زي اللي حوالين الرقبه بيبقى شكلهم كده في السونار الموضوع مش مجرد سونار فقط الموضوع من الممكن ان يكون ليه ابعاد ان انت لما بتقيس بسونار من الجيل الثالث من السونارات في حاجه اسمها الجيل الثالث من السونارات مش عاوز اقول ماركه بعينها بس في ماركه معروفه جدا جدا هي الادق والافضل في تقييم هذه الـ الـ الاشياء بيتقاس بيها حجم المبيض وحجم الحويصلات ديت وده بيؤدي لتشخيص سريع للمرض ولكن فقط لا نعتمد على السونار مشكلتنا مع العيان المصري لما بنقول للعيان المصري آه انت محتاج تعمل تحاليل كتير عشان نشخص ليه المبيض ده متكيس او طالع فيه هذه الحويصلات اللي في الاخر جواها بويضات المريض بي بيحس ان الدكتور ده آه عاوز يرهقه بالتحاليل وبيحس ان الدكتور ده هو بيروح لدكتور واتنين وثلاثة وعلى فكره انا مش ضد ده انا ضد إن انا انا مع ان الطب فيه راي اول وراي تاني وراي تالت واحب ده وافضله كثيرا ان الناس تروح لدكتور اولاني وتاني وتالت وفي الاخر بترجع بتسال الدكتور ده انا سمعت عن كذا انا سمعت عن كذا او و الى اخره فيكون الافضليه ان الدكتور يقعد يتكلم مع مريض ولكن المريض المصري يعشق الرغي في العياده وخصوصا السيدات يعني من الممكن ان السيده تقعد معاك حوالي ساعه الا ربع لمجرد ان انت تقنعها ان انت عندك المرض ده وهي مش هتقتنع لان بتبقى حماتها او بيبقى جوزها او بيبقى الناس المحيطين بيها قاعدين حواليها وهي مش عايزه تثبت على نفسها ان انا عندي مشكله في الخلفه طب لما انت ما عندكيش مشكله في الخلفه ليه بتروحي عيادات الخلفه او الخصوبه نفس الكلام بشوفه مع الازواج لما تلاقي زوج عنده تحليل السائل المنوي مليون وهو رافض تماما فكرة أنه يعمل وسائل مساعدة أو إخصاب في الحمل ويقول لك أنا راجل صعيدي أو أنا إزاي أنا أعمل حقن مجاري أو تلقيح صناعي وأنا مش قادر أخلف على طول يا سيدي ربنا ما بيديش كل حاجة وتلاقي واحد يقول لك أنا مراتي أنا متجوز زوجة تانية ومخلف منها أيوة أنت مخلف منها من خمس ست سنين إحنا دلوقتي لو عملت تحليل سائل منوي النهاردة النهاردة غير بكرة غير الشهر الجاي غير بعد سنة غير لما تقعد حضرتك بعد ما خلفت تقعد تدخن وتشيش وتقعد وبتاع ما تعملش رياضه وقاعد للنهار وعمال بتدخن وعمال هرموناتك الانثويه عماله بتعلى وانت مش قادر تستراعي ان زوجتك دي او زوجتك الثانيه دي هتموت في عيل منك الغرور والكبر وعدم تحملنا لمسؤوليه اجسادنا بتؤدي لينا ان احنا بنقول او بنستسهل او بعض الاطباء بيستسهلوا ما بيعملوش التحاليل ديت نتيجه ان العين يقول لك انا رحت للدكتور ده كلفني تحاليل قد كده وكلفني ادويه قد كده. بره وفي الدول المحترمه الدول بتنفق على مجال الطب فالمريض ما بيعانيش من هذه المنظومه. في نفس الوقت كمان شركات التامين بتكون شركات محترمه مش زي في مصر كل ما هو الناس تروح لشركه تامين تقول لهم انا عاوزه اتحمل اجراء ان انا عايز اعمل كيس ولا انت عايزه تعملي كيس عشان تخلفي، يا سيدي دي ست عندها كيس دم وحرام عليكم ما تعملوهاش موافقه عشان خاطر انها تخلف. وشركات التامين عماله تاخد فلوس قد كده من المؤسسات والشركات في مقابل ان الموظفين بتعاني من فوضى رهيبه ان معظم الاطباء ما بتقدرش تتعامل معاهم بشكل جيد عشان شركات التامين ما بتوفر لهمش ال ال الشكل الكافي للرعايه الطبيه عندنا مشكله حقيقيه في النظام الصحي عشان اعمل تحاليل لازم الاول اعرف طبيعه هذا المرض طبيعه هذا المرض اول حاجه هنجيب صوره السونار نبص عليها دلوقتي على الشاشه فياريت نعرض صوره السونار. اول حاجه بنعمل سونار مبدئي بنحط السونار المهبلي واللي ما يعملش سونار مهبلي او ان هو عايز يشخص خلفه عن طريق سونار بطن ده يبقى راجل بيهرج ده مش راجل بتاع خصوبه خالص. فزي ما انتم شايفين ادي ده صوره فوق للمبيض وادي صوره ثانيه للمبيض وفي مجموعه من الحويصلات مش عايز اقولها اكياس عشان الناس ما تتلخبطش. كل حويصله من دي فيها بيضه. ايه ده؟ يعني الست بتاعة تكيس المبايض دي ست بتخلف والله العظيم كلهم بيتعالجوا. مفيش علاج لتكيس المبايض او مفيش علاج لحويصلات المبايض هتفضل عندها طول العمر. انا ياما قلت الكلام ده اللي تروح لدكتور ويقول لها انت كان عندك تكيس وانا لك ارجوكي ده بقال. انا بقول اهو وعلى الملأ وعلى المسؤوليه الكبرى. تكيس المبايض لا يعالج. لا يعالج بمعنى ايه مش هتنتهي الحاله دي الحاله دي هتفضل موجوده طب الست هتخلف اه هتخلف مشكله ان عندنا ست هرموناتها كلها بايظه بتمثل خمسة، 15% في 20% من كل الستات اللي بيسمعوني دلوقتي في العالم كم واحده فيهم من الستات اللي انت بتشخصهم كلهم بيجوا على عيادات الخصوبه فبتلاقي حوالي يعني معظم التشخيصات اكتر مرض بيشخص هو تكيسات الموبايل بس لازم نشخصه صح اول حاجه ان بنلاقي الحويصلات دي كل الحويصله من دي جواها بويضه الله البويضه دي ما بتطلعش ليه إذن هو مرض اسمه في وجهه نظر الشخصيه اللا تبويض اللا تبويض دلل لي علل علل لماذا مرض تكيسات المبايض او حويصلات المبايض أو متلازمة تكيس المبايض أو مرض إشتاين لافنثال يأتي لنا بسيدة لا تنجب أو تتأخر في الخلفة لأن هذا المرض هو مرض لا تبويض البويضات البويضات اللي موجودة دي كلها مفروض بتبدأ بيها الست الدورة بتاعتها الشهرية بتكبر واحدة منهم وتخلي البويضات التانية تتلاشى وتصغر واحده بتكبر تنفجر تطلع البيضه اللي الست المفروض تخلف منها مجرد انها طلعت البيضه ديت معناه ان طلع هرمون الاستروجين اللي تخن بطانه الرحم فبطانه الرحم دي لما تخنت ملت الرحم بتاع الست ديت الست دي في انتظار حاله حمل جوزها منكد عليها متخانقين مع بعض ما تقابلوش في الوقت ده وعاوز اقول حاجه واحدة تجيلي ما خلفتش بقالها سنتين، يا لهوي أنا بقالي سنتين ما بخلفش، وحماتي وجوزي والناس والبواب وال هو أنا ست معيوبة؟ السنة 12 لقطة، السنة 12 ، الشهر لقطة، هي لقطة البويضة بتطلع قاعدة 24 ساعة مستنية حيوانات منوية تروح لها بتقعد 48 ساعة اللقطه دي لو ما حصلتش ضع عليكي كل الشهر شهر انتهى اذا السنه 12 لقطه يعني لما واحده ما تخلفتش بقالها سنه عد عليها 12 يوم مهمين في حياتها فيبقى في شويه مثلا عدم توافق في الجماع او رجل رجل اعمال بيسافر كتير او مش متواجد او ضابط جيش او ضابط شرطه مش قادر يكون متواجد في التوقيت دوت لأنه عنده نبطشيه او عنده حاجه واكم من الحالات اللي بتجي كده ونحاول نرتب لهم المواعيد بتاعتهم صح ضاعت البويضه ضاعت البويضه خلاص ما حصلش حمل نزل لها دوره طيب معنى كده ان الست اللي ما بتطلعش بيضه ما بينزل لهاش دوره فتلاقي الستات اللي عندهم تكيس على المبيض تقعد بالثلاث شهور او بالاربع شهور مفيش دورة يا إما الدورة تيجي خفيفة جدا 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 يا إما تيجي بتنقيط بتاخد أشكال معينة في اختلافات الدورة بتاعتها تعالوا نشوف الفيديو ده اللي أنا هشرح لكم فيه واقعيا وواقع الأمر الجزء الطبيعي اللي بيحصل للبني أدم العادية والجزء المرضي اللي بيحصل فيه تكيسات الموبايل نعرض الفيديو ونشرح حاجة حاجة اول حاجه ده المبايض وده الرحم وده عنق الرحم وده المهبل تمام كده ده معروف لعيل في ثالثه ابتدائي عشان بس يعني ما نبقاش يعني الموضوع مش معقد يعني هننتقل ونشوف ان انا دلوقتي عندي الرحم ده جواه بطانه رحميه وهنا ده المبيض هنخش جوه المبيض كل اللي انتم شايفينهم دي بويضات البويضات دي جوه حويصلات الحويصلات دي مرصوصة رصا بنسميها بالإنجليش دي فالكل مرصوصة رصا في المبيض دي الغدة النخامية اللي محمود عبد العزيز كان بيقول عليها الترلوب هي اسمها anterior لوب بتطلع هرمون اسمه الهرمون المحوصل اللي بيزود ويكبر الحويصلة دي ويبدأ يخلي البيضة دي تكبر وتبقى ماتيور بعدين ال LH الهرمون المفجر يمشي في الدم يروح للمبيض عشان يفجر البويضه اللي طالعه عندنا او الحويصله دي يبدا يفجرها يروح مره واحده مره واحده مره واحده يبدا يفجرها ويطلع البويضه اللي هي مفروض هتعمل عندي استروجين آه البويضه دي عماله بتطلع من خلاياها هرمون الاستروجين اللي بيجري بيجري في الدم يروح للرحم زي ما حضراتكم شايفين يغذي بطانه الرحم اللي هي اسمها الارض الخصبه وربنا دايما يخليها خصبة مش أرض بور عشان يتزرع عليها الجنين ولنا في ذلك وقفات أو حلقات البيضة بعد ما تنضج أو الحويصلة تنضج ترمي البيضة في قلب الحوض مش زي ما الناس فاكرة بترميها في قناة فالوب كأن واحد قاعد بيلعب كرة بيسبول يحدف له كرة تانية يلقفها لا هي بترميها في الحوض قناة فالوب بتروح تاخدها وتقوم رأي عشان بقول الكلام ده للناس اللي بتدرس بيولوجي او دروس في ثانويه عامه او مش عارف ايه اللي فاكرين ان البيضه بتروح تنط على طول في الحيوان في, ال... في, ال... في ايه الكلام ده؟ تاخدها البويضه وتروح لقناه فالوب عشان تبدا تعمل جنين تقابل الحيوانات المنويه طيب ده الست الطبيعيه لو ما حصلش حمل بتنزل الدوره بتاعه الست تعال نتفرج بقى على الست اللي عندها تكيس على المبيض شكلها عامل ازاي الست دي بيبقى عندها الهرمون المحوصل عالي ايه سوري الهرمون المفجر عالي جدا 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 بيحاول يفجر البويضات والبويضات دي ما بتتفجرش، البويضات دي ما بتكبرش أصلاً مش عارفة إنها تكبر وكل شوية بتحاول إن يبقى فيه بويضة كبيرة منهم تكبر والبويضات التانية تصغر عشان تطلع تنزل أو تنفجر مفيش، فتفضل متكيسين كده وقاعدين في حالهم قارفين الست وعاملين لها مجموعة من الأعراض. الستات دول وجدوا إن عندهم حاجة اسمها هرمون الأنسولين، ده بتاع السكر، ندي حتة محاضرة صغيرة عن السكر. الانسولين ده الهرمون اللي عندنا كلنا وعند الستات، ده عامل زي المفتاح بتاع الباب، يقوم رايح فاتح باب الخليه، عندنا اكتر من عشرين الهرمون ده اللي هو الانسولين عامل زي مفتاح الباب، عندنا اكتر من عشرين ألف في كل خليه مفتاح يفتحها عشان يدخل السكر جوه. لما السكر هنقف عند الحته دي من الفيديو، خلينا نقف ثانيه عشان اشرح الحته دي لانها حته مهمه جدا. نقف بس ثانية عشان نشرح الأعراض. الهرمون اللي اسمه هرمون الأنسولين ده اللي بيجي عند كل بني آدم في خليته يفتح الباب يقول للجلوكوز خش. يدخل الجلوكوز ده عشان يبدأ إن هو يخش جوه الخلية يتحرق يديني طاقة. أعرف أعمل حياتي الطبيعية. أعرف أمشي أعرف آخد مجرد آخد الألم ده وأعمله كده أنا بذلت طاقة. الست اللي عندها تكيس على المبيض هرمون الانسولين ده لما بيجي يفتح المفتاح بتاعه بايظ فيؤدي الى ايه؟ الى ان الانسولين ده يبقى كله موجود في الدم والسكر يبقى كله سارح في الدم، ايه ده؟ يعني السكر ما بيخشش الخلايا؟ اه يعني لما اجي اعمل تحليل سكر للست دي ممكن الاقيه عالي؟ ايوه والانسولين ده عشان مش عارف يفتح الخلايا هلاقيه سارح في الدم؟ ايوه اذا من التحاليل المهمه لتكيسات المبايض ان انا لازم اشوف نسبه الانسولين وربنا ايوه طب تعالى اعمل لي ست تحليل انسولين عندها تكيسات ما هو انا عندي سكر يا دكتور ده الصيدلي قال لي ان انا مع انت مديني دواء سكر وتق يعني تقابل مجموعه من الجهل والتخلف على مواقع التواصل الاجتماعي وفي البرامج وفي ال... يعني مش عارف أو... يعني مش عارف الانسولين ده لو يتقاس هنقدر نعرف بيه درجة التكيس الموجودة عند الست ولكن أحيانا بنفاجئ إن السيدات مش قادرة إنها تعمل أي فحوصات أو تصرف مبالغ في فحوصات ولذلك دي الغلطة اللي الطبيب بيعملها مع مرضاه بيتنازل عن عمل التحاليل الدقيقة وبيتنازل عن تكوين ملف طبي كويس عشان العيان ما يزعلش منه عشان العيان يفضل يجيله وفي الآخر العيان ده برضه مش هيحمده ولا يشكره ولا هيعمل حاجة شخص صح وما تخافش من أي حد شخص صح ولازم تقول للعيانة بتاعتك انك انت نسبة الانسولين اللي عالية عندك دي بتخلي الهرمونات عندك الذكورية تزيد في الجزء الاوسط من المبيض يطلع هرمون ذكوري اسمه اندروستيرودايون او اندروجين او ديهاز اللي هي الداي هايدرو اللي بيطلع من الغدة فوق القذرية اللي بتكون هرمونات الجنس السكس هرمونال بايندنج جلوبلينز ده نوع من انواع التستات المحترمه انا نفسي يعني انا ب... ب... مبسوط ان كتير من الدكاتره بيتابعوا البروجرامز بتاعتي والتوعيه دي مهمه جدا ليهم الدكاتره اللي في اول حياتهم لان معظم الدكاتره بيبقى في عندهم كبر وصلف وغرور من سماع اي معلومه لابد ان احنا نعمل التحاليل دي وفي اوقات معينه وبنسبه تحاليل دقيقه مش أي معمل بيعملها أو أي ميجا لاب بيعملها عشان نضع إيدينا على حجم مبيض هرمونات سليمة واحد يقول لي سؤال كل عيانة تكيس مبايض هي عيانة عندها السكر لأ كلا البتة لأ طب هما أنت بتقول إيه اللي بيحصل؟ أقولك. أقول لك مش أنت عمال تقول لي سكر ومسكر أنا هقول لك هريحك اتفرج على أربعة بيجروا في سبق أو ماراثون حد فينا وهو قاعد يقدر يقول ان الاربعه دول ما بيجروش؟ كلهم بيجروا، كلهم بيحرقوا سكر، كلهم شغالين صح. بس واحد من دول انت مش عارف ان هو عنده شد عضلي امبارح وهو بيجري دلوقتي بيعافر يا عيني وتعبان عشان يقدر يمشي في السبق ده. دي الست بتاعت تكاؤس المبايض في حرقها للجلوكوز. ولذلك الست دي بتدخن بيطلع لها شعر زياده لان هرمون الذكوره ده بيطلع شعر زياده مش في كل الحالات لان في ناحيه تقول ايه انا ما عنديش ولا حاجه من اللي انت بتقول عليهم دول انا عندي تكيس اه عندك تكيس لو اتعمل الالترا الصح تحليل الصح وتاخر حمل عند حضرتك بقاله سنين ولا يعزى له سبب ما حضرتك مريضه تكيس المبايض تقبلي ذلك ولابد ان تعلمي ان علاجاتنا ليه تختلف تماما في الجزء الثاني من الحلقه هشرح العلاجات تفصيليا وهيشرفني ان يكون معايا دكتوره ويام الصالحي آه الاخصائيه التغذيه العلاجيه والتاهيل آه بكليه طب عين شمس واشرف انها تكون موجوده معايا في مراكزي لعمل بروجرام قوي لمرضى تكيس المبايض وبشكل واضح وصريح نحميهم فيهم من السرطان ونزيد فيهم من قدرتهم الانجابيه فاصل ونرجع لكم تاني